السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة لكلية الهندسة جامعة ديالى. اليوم المحاضرة هي أحد محاضرات الـ Embedded System Design بالكورس الثاني. طبعا راح ناخذ الـ Embedded System Hardware، وهذا هو الجزء الثاني من الكورس مالتنا. وخلالها راح نتعرف من خلال هاي المحاضره، والامباد سيستم يعني هاردوير يتكون من هواي تفاصيل، لكن هنا راح ناخذ الانبوت اوف امباد سيستم، وراح ناخذ البروسيس يونت، واذا لحقنا يعني ندخل بالتفاصيل كلها مال البروسيس يونت أو نوقف عند الـ Reconfigurations. زين. طبعاً تصميم أي Embedded System راح يعتمد عندي على الـ Embedded وعلى مصطلح هسه جديد راح تسمعوه السايبر فيزيكس، يعني المكونات المادية للسيستم. وذن الاثنين يعتمدن بالحقيقة على شنو؟ على الهاردوير والسوفتوير. فأي ديفلوبمنت راح يعتمد عندي على الامبادد والسايبر فيزكس، وبالتالي يعتمد عندي على المكونات الماديه والهاردوير ضمن البلاتفورم، ضمن الشريحه اللي نصممها. اذا بين قوسين the development of embedded system cannot ignore the hardware، ممكن ان نهمل بتصميم الهاردوير، شنو الهاردوير كاركترستكس والتايمينج والميموري يوز، يعني حجم الميموري اللي تستخدم في الامبادد سيستم، والباور كونسبشنز والفيزيكال فيلر ايضا، يعني اذا فشل النظام عندي ايش وقت يقدر يستعيد عافيته. الامبادد سيستم بالحقيقه، وهذا الفيجر اللي قدامكم، هو الديزاين Information Flow اللي أكيد يعتمد بالمرحلة الأولى على شنو؟ على الـ Application Acknowledgement. هي راح تحدد لي الـ Specifications، وهذه وين تروح؟ إلى الـ Design Responsibility، وأيضا الـ Hardware Component والـ Software. إذا عندي الـ Specifications، بعدها راح تجي الـ Hardware Component، بعدها راح يجي على الـ Software. إحنا ضمن هذه المحاضرات الثلاثة اللي راح ناخذها راح نركز على شنو؟ على الهاردوير كومبوننت، الامبادد سيستم هاردوير. كل ديزاين يمر ضمن ديزاين ريسبونسبيلتي، وبعدها ابلكيشن مابينج، بعدها نسوي اوبتمايزيشن، بعدها نسوي ايفالويشن اند فاليديشن، بعدها نسوي ديزاين، وبعدها نسوي تيست. وهذا احنا فصلناه بالحقيقه وين؟ بالدي اس دي، يعني بالدي اس دي فصلنا هاي. الهاردوير امبادد سيستم هو اقل ستاندرايز من شنو؟ من البيرسونال كمبيوتر. والسبب انه هو الامبادد سيستم يشتغل ضمن ريكوايرمنت محدد. وبالسلايد السابق انه هو اكو سبيسيفيكيشن هي اللي تحدد الريكوايرمنت. اذا المثال اللي عندنا احنا اي سايبر فيزكس سيستم هو يحتوي على كنترول سيستم ويحتوي على هاردوير ويشتغل ضمن يوز اللوب. دائما هي احنا نلاحظ انه انت تسوي كنترول سيستم، ليش يقول اللوب؟ هاردوير اللوب؟ لان هي بالحقيقه هو نفس السيستم ده ينعاد عده مرات ونسيطر على منظومه محدده. والمثال اللي عندنا هو مثلا انالوج تو ديجيتال كونفرتر ويسموه السمبل اند هولد، هذا راح نتعرف عليه، هو جزء من اجزاء الانبوت. او عندنا سنسر، بالحقيقه السنسر يتحول من انالوج الى ديجيتال ويحول الى انفورميشن، هاي يصير لها بروسيسنج.
هاي الانفورميشن قبل ما تصير بروسيسنج عندها ديسبلاي، وبالتالي راح تتحول من ديجيتال الى انالوج الى اكتويتر موتور، وبالتالي راح شنو راح يشتغل السيستم مالتنا بالفيزكس انفايرمنت. هذا يسموه الفيجر الهاردوير لوب. هذا الهاردوير لوب كلش مهم الفيجر، لانه يوضح لي العمليات كلها، و ويشتغل ضمن يعني لاحظ عندنا انرجي سورس يدخل هاي المنظومه، عندنا انرجي ستورج يدخل الى هاي المنظومه، وعندنا هيت ريموفر يعني تخلص من درجه الحراره لازم يطلع من هذا السيستم. اذا لاحظ هذا ابسط شيء عندنا، احنا اخذنا مثال بالمحاضرات السابقه الجهاز التكييف الاير كونديشن او السبليت يونت، فعندنا هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر، هاي الانفورميشن تظهر عندي بالديسبلاي، هذه على اساسها راح يشتغل عندي السبلت او يطفى، الفان تزداد او تقل ديبيند اوف ذا سنسر. زين، فاذا نخلي ببالنا واحد من الاشياء المهمه بالامبادد سيستم هاردوير هو الانبوت. الانبوت راح نجي نفصله تفصيل، وبعد الانبوت راح نفصل البروسيس يونت هو الجزء الثاني من الهاردوير. اوكي، فاول فيجر هو هنا راح ناخذه الانبوت امبادد سيستم هو السنسر. طبعا السنسر حاليا بحياتنا موجود بمختلف الاجهزه ومختلف التفاصيل، والسنسر عندنا للويت للفيلوسيتي للاكسلريشن للالكتريكال كرنت الفولتج التمبتشر، وتعرفون هذه يعني الاوزان التعجيل السرعه التيار الكهربائي، كل هذه هسه موجوده بحياتنا العمليه اكو لها سنسر، والسنسرات انتشرت بشكل مو طبيعي بالايام يعني بسنوات الاخيره العفو، وممكن السنسر يكون فوتو الكتريكال وممكن يكون السنسر كيميكال يعني نتيجه تفاعل كيميائي يصير عندي اني سنسر. اذا في السنوات الاخيره راح يصير عندنا هيوج رينج اوف سنسر، وهذه طبعا تستخدم وين؟ بالسمارت سيستم، وتمثل لي الاتريبيوت للمودرن سنسر تكنولوجي. السنسر موجود قلنا دخل ضمن الكي المنت للانترنت اوف ثينكس، وكل هذه الانظمه اللي موجوده عندنا من تاتش سنسر من الترا ساوند سنسر من سبيد سنسر من تمبيتشر سنسر، كل ذني هي سنسرات موجوده وين؟ بالهاردوير امبادد سيستم. واحد من السنسرات جدا مهمه وموجوده في كل السيارات هم يسموه الاكسلريشن سنسر، اللي هو السنسر المسؤول على التعجيل. طبعا هو هذا سمول سنسر، وهذا قدامكم الرسم ماله، هذه من شركه بوش، موجود في كل السيارات، يسموه الجايروسكوب، اللي هو هذا السنسر يحتوي على سمول ماس بالسنتر ويربط بواير، وتغير هذا الماس داخل هذا السنسر هو يولد لي شنو؟ يولد لي الستاندر بوزيشن. اذا الستاندر بوزيشن هو تشينجينج اوف ريزيستنت تيني واير كونكتد وذ ذا ماس، يعني اكو واير يربط بمن؟ يربط بهذا الماس اللي هو يتحرك ويتحرك باربع عفوا سته بوزيشن اللي هو الاكس واي زد والرول باتش اواي، لاني الثلاثه بثلاثه هذا يحدد لي البوزيشن، وهاي يحدد لي الاورينتيشن بالنسبه لكل اكسلريشن سنسر، وهذا ممكن تلقوه بكل السيارات الموجوده عندكم. وهنا عندنا هذا ايضا على اليسار عندكم هذا الكتريكال سنسر ايضا يستخدم في التقنيات لمعرفه التعجيل. السنسر الموجود بحياتنا العمليه يسموه الامج سنسر، وهذا رئيسي، واكو نوعين رئيسيات من الامج سنسر اللي هو السي سي دي والسي موس. طبعا السي سي دي هو تشارج كابل ديفايس، والسي موس هو الكومبلمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر سنسر. الاثنين يعتمدان على اللايت سنسر، والاركتكتشر يعتمد على سنسر اي يعني مجموعه من السنسرات اللي يعني تتحسس الضوء
وعلى اساسها تحولها الى شنو؟ الى اللوجيك سيركت والى فولتيات، وبالتالي ممكن نتحسس الايمج الموجوده. تعرفون الايمج هي على اساس اللايت، واللايت راح ينعكس على الدائره الكهربائيه وبالتالي تتحول عندنا الصوره. اذا السنسر واللوجيك سيركت هي تصنع بنفس الشيبس، وهذا يسوي لي بروسيسنج لللايت حتى شنو؟ حتى يتحول الى صوره. وهذه قدامكم صوره هاي السنسرات اللي متوفره، وهذا اهم نوع من الانواع السنسرات هو الايمج سنسر، واللي قلنا هو نوعين هو السي سي دي والسي موس. من اشهر الانواع واكثر انتشارا في الوقت الحاضر هو البايومتريك سنسر، واللي هو حاليا موجود يعني بهواي تطبيقات بالموبايل وحتى بالهويات لمعرفه قزحيه العين والبصمه. هذا يوفر لي هاي سكيورتي، وهذا يستخدم البروتكت الموبايل، فهو اقوى حمايه للموبايل، لانه ممكن انت تخترق الموبايل اذا مو بصمه ايدك او قزحيه العين. ويشتغل ضمن نفس المبدا، وهذا يعلي يسموه البايو متريك اثنتيكيشن، وانتم اخذتوا الاثنتيكيشن بال كريبتوغرافي. ومن اهمها هو يسوي الايرس سكان او الفينجر برنت سنسر، هذين الاثنين الايرس سكان او الفينجر برنت سنسر، وايضا الفيس ريكوجنيشن. طبعا الفينجر برنت سنسر تيبيكالي يعني فابريكيت نفس تقنيه السيموس تكنولوجي، وممكن انه يصنع على اساس سي سي دي ايضا. وطبعا احنا نعرف انه مثلا بالمره الاولى اذا ما جت البصمه راح تخليها مره ثانيه، فهذا يسموه الفيلرز ريجكت، فممكن تعيد اكثر من مره حتى شنو؟ حتى تسوي كونتراكت تو باسورد تو اثنتيكيشن. اذا من الانواع الانبوت المهمه ضمن السنسر هو شنو؟ البايومتريك سنسر. نجي على نوع ثالث، وحاليا هو هذا ايضا يستخدم بتطبيقات قويه، هو الارتفيشال اي، اللي هو انه تلبس نظاره على اساس كاميرا، وهذه الكاميرا ممكن تاخذ اشارات من الدماغ تعتمد، وممكن تاخذ يعني هو الارتفيشال اي نوعين، اكو يصير كاب يعتمد على شنو؟ على الاشارات اللي موجوده بالدماغ، واكو لا تشكل كاميرا، وهاي الكاميرا بروفايد ذا فيجن للشخص اللي مثلا اللي الكفيف او غيره، وبالتالي تحول هاي الاشارات الموجوده الى صوت، فبالتالي الشخص يسمع شنو؟ يسمع انه قدامك سياره، قدامك بنايه، يوجد شارع، يعني هو يصير ترانزليشنز الاوديو للشخص اللي يستخدم هذه التقنيه. وحتى ممكن يصير تنبيه حتى الاشخاص العاديين اذا شكل الكاميرا، وحتى اذا هو يشوف ممكن ينبهه على امور هو ما منتبه عليها تنبه عن طريق الصوت، فهذا يسموه الارتفيشال ايز. من اشهر التطبيقات ايضا حاليا هو الار اف اي دي، اللي هو الراديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن، وهذا موجود بهواي تطبيقات بالفنادق بالنسبه للكارتات الاكسس، بالنسبه للشركات الملابس، وحتى الشركات اللي تبيع اعتماد غاليه يقومون بالصاق هذه الشريحه تسمى ار اف اي دي، وتتعامل مع تاج وتتعامل مع ديفايس. الديفايس اللي يقرا طبعا هو الامبادد سيستم، لانه هي عباره عن شريحه تعتمد على موجات راديويه. الشريحه لما تلزق داخل الديفايس حتكون بالنسبة للار اف دي قلنا هو من اهم الانبوت اوف امبادد سيستم سنسر، ويستخدم بالكثير من التطبيقات، ويعتمد على الار اف اي دي اللي هو الراديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن، اللي هو يعتمد عندي انه انا عندي شريحه، هاي الشريحه من ارسل عليها موجات مغناطيسيه راح ترجع علي بالمعلومات اللي موجوده داخل الشريحه،
وهذا ما يسمى response tag to the radio frequency signal. The tag consists of integrated circuit وantenna. فهذا راح يوفر لي شنو provide للعرف ار. يعني انت عندك كارت. الكارت طبعا اذا تلاحظون انه حتى هاي البوابات الموجوده بالمولات اذا انت اخذت القطعه هذه اللي موجودة بها قرص بس تطلع برا الشوب راح يدق عندك الارم وهذا جدا مهم. كذلك سلسله المفاتيح الحديثه انه انت اذا سويت يسموه تشين نتورك تسوي علاقه بين المفتاح وبين الموبايل، اذا نسيت الموبايل دق المفتاح، واذا نسيت المفتاح دق الموبايل هي علاقه 3 امتار. فهنا اكو ماكسيمم ديستانس بالعلاقه وتعتمد اذا تريده يشتغل على مسافات بعيده لازم تخلي باتري وين؟ بالتاج نفسه. فبعض ال ار اف اي دي يكون بها بطاريات حتى تشتغل على مدايات اسرع. اذا الماكسيمم ديستانس بين تاج اند ريدر ديبيند اوف ذا وات؟ ديبيند اوف ذا tag type اكو positive واكو negative. التكنولوجي طبعا تستخدم مع الاشياء الحيوانات الناس المفاتيح وكل انواع الانترنت اوف ثينكس وكل هذه جدا مهمه حاليا. ال ار اف اي دي من اقوى التطبيقات. الفنادق كلها المفاتيح هي موجوده، محلات الشوب للاجهزه الغاليه الالكترونيه تلقاها خالين عليها لزقة ال RF ID. محلات الملابس ايضا يستخدمون التاج، وحاليا حتى يريدون المنتوجات الطبيعية انه يخلون عليها تاج حتى شنو؟ حتى هذه توفر انه كل السلع تطلع اوريدي تنطي اوردر للمخزن انه فرغ هذا الايتم، فالمحل لازم شنو؟ تجهز تجي الايتمات. حتى على مستوى الملابس ال RF ID جدا مهم. يعني شركة اديداس وغيرها من الشركات اذا باعت مثلا القطع كلها حجم لارج بس تطلع من الشوب راح هو ينطي اوردر للمعمل يقول له الفرع الفلاني ترى هذا السايز فرق عندك من دون السايزات الاخرى، ايش يسوي؟ راح يدز بسرعه. فالكوستمر من يجي المشتري ما راح يلقى انه هذا الايتم مفقود الا بعد الجرد، لا الابديتد باي ذا مينت باي، يعني بس تشتريها الايتم راح يصير يتجدد بشكل مباشر مع الشركه. النوع الثاني من الانبوت يسموه ديسكرايزنج اوف ذا تايم، هو ما يسمى سمب اند هولد سيركت. طبعا هذا انا ما راح اشرحه بشكل لان انتم ماخذيه بالالكترونكس وماخذيه يسموه سمبل اند هولد سيركت. هذا هو كل ديجيتال كومبوننت لازم تشتغل به بالديسكريت تايم دومين ما يسمى. يعني احنا البروسيس الديسكريت سيكونس لازم احوله الى ستريم. طبعا هنا بشكل مبسط هذا اللي على اليسار اني عندي سمبل هولد سيركت، على اليسار نلاحظ انه السيركت تكون من كلوك ترانزستور وترانزستور متسعه. الترانزستور هو مثل السويتش، كل مره السويتش مغلق الكلوك سيجنال راح ينطي تشارج الى كاباستر كم فولتيه، وهذه الكاباستر تبقى سيم فولتج. بعد ما تنفتح السويتش كان الفولتج راح يبقى حتى يتغير حاله السويتش مره ثانيه، وهذا نلاحظ هنا شلون هي بالرايت السيجنال شلون تدخل واساس الكلوك والمتسعه هي راح تولد لي الديسكريت تايم دومين. هذا شرح للانواع انه انا اذا كانت عندي فولتيات شلون بدي احولها الى شنو؟ الى ديجيتال، وهذا ياخذ دور بالصف الثالث وهواي عليها تطبيقات. السمبل قلنا الهولد هذا يعني مثال ثاني يشرح لك انه شلون الفولتيه تتغير، وكل فولتيه راح تتحول الى شنو؟ الى انبوت. اذا النوع الاول هو عندي سنسر بكل انواعه اللي شفناها الاكسلريشن والايمج سنسر والبايوميديكال سنسر والار اف اي دي وغيره. النوع الثاني هو السمبل اند هولد سيركت سنسر اللي يحول لي الفولتيات الى شنو؟ الى سمبل اوتبوت. النوع الثالث اللي هو الفورير، والفورير برنسبل هو
هواي من الفيزيكس والانجينيرنج هم يستخدمون الفوريير اللي تحول لي الساين والكوساين الى شنو؟ الى ايزي مانيبوليت فانكشن. وهذه راح يصير عندنا اذا كان عندنا الكترونيك او كوانتم ماشين او الكتروديناميك، هو يقول لي شنو الفورير سيريز الى شنو؟ الى ديجيتال. وعندي انواع هي الاف اف تي والدي واخر شيء دي اس بي، وهذه يعني راح ناخذ عليها انا فقط نظره، ما اريد انتم التفاصيل، فقط هي لازم تعرف تعريفها وتعرف انه الفورير ابروكسيميت اوف سيجنال هو واحد من شنو؟ من الانبوت الى الديجيتال سيستم ديزاين. اذا عندنا الفورير وعندنا الهولدن سيستم وعندنا شنو؟ الانبوت. النوع الثالث اللي هو من اهم الانواع عندي هو الانالوج ديجيتال كونفرتر، وهي طبعا كل سيركت انالوج انا احاول احولها الى ديجيتال. وهذا يشتغل لي على الداتا اكوزيشن سيستم، وهو كونفرت ذا انالوج سيجنال في شنو؟ في ستريم اوف ديجيتال داتا. وعندنا هواي انواع. طبعا هذه الداتا يا اما تصير عندي على الديسبلاي او تروح عندي على ستورج او شنو، او نسوي لها اناليسيز او بروسيسنج. هذه الانواع للانالوج ديجيتال تعتمد على السبيد وتعتمد على شنو؟ على الدقه، على البريسيشن كاركترستكس. اذا وي هاف تو كاركترستكس، البريسيشن والسبيد. اذا عندي فاست انالوج ديجيتال مع شنو؟ مع لو بريسيشنز، وعندي هاي بريسيشنز مع سلو. فتعتمد انه هل هي سريعه ودقيقه او دقيقه وغير سريعه. فهذه كلها انواع. الانواع المهمه هي النوع الاول اللي هو شنو؟ اللي هو الفلاش انالوج. طبعا هذا يحتوي على عدد كبير من الكمبارتر. انا امشي تعرفون هنا انواعهن وعلى اي اساس تشتغل. الفلاش انالوج هو يعتمد على لارج نمبر اوف كومبارتر، وهذا عنده تو انبوت بلس اند ماينس فولتج، اللي يعبر قيمه السالب راح نعتبره واحد وغيره هو صفر بكل بساطه. السكسسيف ابروكسيميت هذا يميز بين قيم مختلفه بشكل متتالي، القيم يقارن بيناتها ويحددها. البايب لاين كونفرتر النوع الثالث هو يعتمد على تشين اوف كونفرتر، عندي اكثر من حلقه تصير بها الكونفرتنج. بما انه بايب لاين، واحنا نعرف البايب لاين انه هو مالتي انستركشن ان وان كلوك، فهنا راح يصير كل ستيج بهذه التشين يسوي converting of a few bits، بعدها شنو تنجمع كلها وتصير عندي all the bits are converting. احنا هنا نحول الانالوج الى ديجيتال. فاذا اول نوع هو الفلاش، ثاني نوع هو successive approximate، والثالث نوع اللي هو البايبلاين اللي هو يتكون من مجموعه من الستيج اللي هي على اساس chain حلقه، مرتبطات واحده باللوك وتدخل بشكل بارل، مجموعه بالبت تدخل على هذا الستيج والمجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه، وبالتالي تتحول الى ريزلت بشكل كومباين. ما حبيت ناخذ بعد تفاصيل، ما اريد اصعب الموضوع عليكم. اكو يسموه الكوانتيزيشن نويز، واكو الانتجريشن كونفرتر، واكو الفلودنج، واكو الدلتا سيجما. اذا نقارن بهذا الرسم بينهن اللي هو مقارنه بين السبيد اند ريزوليوشن كاركترستكس، نلاحظ انه هو كسبيد زين الاسرع اللي هو الفلاش، ولكن كفريكونسي كافكتيف نمبر باندويث اكيد البايب لاين هو شنو؟ راح ينفذ اكثر من الفلاش، ولكن الفلاش هو اسرع. لكن نجي نلاحظ هنا الداتا تستعد بهذا الشكل اللي هو الباندويث، وهنا تستعد عندي السرعة بين شنو؟ بين كل ذني الانواع الانالوج تو ديجيتال هاردوير. زين.
خلصنا كل الانواع بالنسبه للاوتبوت. نجي اذا الهاردوير يتكون من انبوت، والانبوت يتكون يا اما من سنسر او انالوج ديجيتال او الفورير سيريز ترانسفير ال اف اف تي والدي اف تي او السمبل هولد اللي يحول الفولتيات الى الى ديسكريت تايم. زين البروسيسنج يونت هي وحده المعالجه المركزيه، وهنا عندنا اكثر من 8 انواع وراح نجي عليها بالتفصيل واحد واحد. البروسيسنج امبيد سيستم طبعا ممكن والتصنيع مالته كان بالاساس يعتمد على الاسيك الابلكيشن سبيسيفيك انتجريت سيركت اللي اخذناه في المرحله السابقه. فيوزنج الهارد واير مالتيبلكسر ديزاين او الريكونفجرابل لوجيك، وممكن انه مبرمجه بانواع مختلفه. اول نوع راح نجي عليه وراح ناخذ عليه تفاصيل هواي لانه احنا شرحناه صف تعرف بشكل انتنسيتيف، اللي هو الابلكيشن سبيسيفيك سيركت. طبعا هو هذا هاي بيرفورمانس ابلكيشن، ولكن شنو عندنا المشكله اللي هو اللارج تايم تو ماركت، تمام هذه مشكلته، هو اكسبنسيف الانرجي مالته كلش جيده، يعني ياخذ باور قليل جدا من تصنع بالاصل، ولكن عندنا المشكله بالكوست. فالمشكله الرئيسيه هي وين؟ هي بالكوست وبوقت التصنيع بالنسبه للاسك. لذلك احنا نحتاج انه نشوف حلول اسرع من الاسك وراح نجي عليها، ولكن يبقى الاسك هو الافضل بالنسبه شنو للباور وبالنسبه للافشنسي. طبعا عندنا التصنيع يستخدم المالتي بروجكت ويفرز اللي هو عمليه تصنيع تشيبس، وهذه التشيبس راح تكون بشكل هاردوير وسوفت وير ضمن نفس التشيبس. فهنا راح يعني يولد لي الاسك تصنيع كفو جدا، وممكن يحول لي اي دائره احتاجها ضمن المواصفات بشكل حتى بالنسبه للطاقه يكون اقل من التول البقيه. ويبقى عندنا التول هو بصراحه جدا جدا غالي بالتصنيع. النوع الثالث انه نستخدم معالج المعالجات الاعتياديه، وهذه الكي ادفانتج هنا انه هذا المعالج هو مالتي بيربوس، فممكن انه انا اجي اخلي اي سوفت عليه واستخدمه. فبي فلكسبلتي هنا الامبادد سيستم اذا استخدم اي معالج عادي راح انزل اني السوفت وير مالتي المحدد وشنو واحوله. اذا من نجي على الامبادد سيستم نجي ناخذ مثل انه انت الحاسبه ممكن تنزل عليها ويندو انتي، ممكن تنزل عليها ويندو 7، ممكن تنزل عليها لينكس، ممكن تنزل اي اوبريتنج سيستم، صح؟ فبالتالي انطاك فلكسبلتي انه تحدد هذا العمل اللي تيجي تسوي على هذا المعالج. ولكن هل انه احنا نحتاج معالج ب $100 و $200 حتى نسوي هذا الابلكيشن؟ فعليه محددات يعني بالنسبه للتصنيع. اذا التشينج البيهافير هذا راح يسوي كوركت للديزاين بالنسبه ابديت شنو؟ للسوفت وير. فنحتاج انه نغير السوفت وير بما يحتاج الامبادد سيستم مالتنا. اذا المعالجات هي يسموها الكوميرشالز اوف ذا شيلز، يعني اني ممكن استخدم هذا المعالج الى شنو؟ هذا جدا مهمه، الكوميرشالز اوف ذا شيلز اللي هو السي او تي اس اللي قلنا عليها، انه اني فقط اغير السوفت وير وشنو؟ راح يصير عندي ابلكيشن محدد يعمل به هذا البروسيس. اذا المعالجات هو اول نوع، ثاني نوع العفو، الاول هو الاسك والثاني هو المعالجات الاحتياديه. زين المعالجات يجب ان يكون عندي شنو؟ يجب ان يكون عندي الانرجي افشنسي. احنا راح نجي نحكي على الانرجي وراح نجي نحكي على الباور، هذه واحد وهاي واحد. بالنسبه المينيمايز
الباور والانرجي كونسبشنز هو اثنيناتهم مهمه. الباور راح ياثر لي على حجم الباور سبلاي وحجم الفولتيه اللي انا انطيها والكولنج اللي يسوي لي كباور سبلاي عادي، يعني هذا مو بورتابل ديفايس. انما مينيمايز انرجي كونسبشنز هذا راح يوديني على الموبايل ابلكيشن وحجم البطاريه وهل نحتاج بطاريه كبيره او بطاريه صغيره. فتلاحظ الانرجي يعتمد على الباور كونسبشن وعلى الانرجي. الباور راح يوديني على الباور سبلاي اوكي، والانرجي وين راح توديني؟ راح توديني على على البطاريه وعلى شنو؟ على الموبايل ابلكيشن. اذا نحتاج الى دايناميك باور كونسبشنز اللي يحل لي المشكله. وعندي ايضا ستاتيك باور، وهذه التكنيك تحتاج الى ثلاث اشياء حتى تتنفذ بشكل كفو. اذا حققت اول شيء البارل اكسكيوشن اللي هو الافيشنت مين امبروف ذا انرجي افيشنسي، اعتيادي يعني كل ما اخلي المعالج مالتي ياخذ نفس الباور ويشتغل بشكل بارل هذا افضل لي. الدايناميك باور مانجمنت اللي هو يحل لي عمليه الباور كونسبشنز بشكل دايناميك، يعني with this approach the process has a several power saving state in addition to operate in a standard state. هنا هذا راح نجي ناخذ عليها امثله. عمليه زياده الباور تعتمد على الستيت اللي هو بها الباور، وهذا طبعا جاء مع المالتي كور بمختلف المعالجات ومع البوستنج. الدايناميك فولتج اند فريكونسي سكيلينج، وهذا جت تصنع بها معالجات محدده. هذه المعالجات تشتغل ب 32 فولتج ولكن تشتغل بفولتيات مختلفه، يعني ممكن يشتغل 1.1 الى 1.6 فولت. وهذا الكلوك راح يزداد عندي بزياده الفولتيه، فممكن اشتغل ب 200 ميجا هرتز وممكن اشتغل 700 ميجا هرتز، والزياده تكون على حساب 300 ميجا هرتز في كل مره. اذا يا اما عندي الانرجي يعتمد عندي على ثلاث معايير اللي هو الباور اكسكيوشن والدايناميك باور مانجمنت وشنو؟ الدايناميك فولتج اند فريكونسي سكيلينج. لان الثلاث اشياء هي اللي تحدد لي الانرجي افشنسي. الكود سايز، مو انه احنا قلنا الامبارد سيستم شو يعتمد عندي شباب؟ يعتمد عندي على هاردوير وسوفتوير. اذا نجي على نقطه مهمه، هل الكود حجمه مهم؟ نعم الكود حجمه مهم. Minimize the code size is very important for embedded system. هاي نقطه تاكدوا لي عليها. ليش؟ لان الكود راح ينخزن يا اما بهارد ديسك يا اما ب اس اس دي يا اما بميموري عاديه. وكل هذه راح شنو؟ راح تكبر لي حجم الديفايس وراح تكبر لي الكوست مالتها. فاذا كل سيستم اون شيب راح يعتمد على شنو؟ على مصطلح جديد نسميه ميموري، الامبادد ميموري اللي هي داخل الديفايس اللي هي داخل التشيبس مع البروسس. اولا اللي داخل التشيبس راح يكون سعرها غالي وراح تاخذ مساحه وراح تاثر عندي على الكوست النهائي للديفايس. اذا الامبادد سيستم هو مور اكسبنسيف بالفابريكيشن بالتصنيع بالتشيبس، وايضا تحتاج الى اريا راح تاثر عندي على حجم الديفايس. بالتالي شنو التقنيات اللي جابوها حتى نحل الموضوع؟ قبل كانوا يحلون انه البروسيس العادي يشتغل ب الريديوس انستراكشنز، ولكن السيسك ميكانيزم جت تحل لي هذا الموضوع. فبالتالي راح يصير عندي كومبلكس انستراكشن سيت حتى لا تاخذ عندي مساحه كبيره من الكودينج. الكود يكون الانستراكشن مالته هي مالتي انستراكشن، وبالتالي الكاش راح يكون هو المسؤول على الفيدنج للابلكيشن بالامبادد سيستم. واحد من ضمن المعالجات اللي يستخدم السيسك ميكانيزم هو يسموه الكولد فاير بروسس اللي تستخدمه شركه موتورولا بمعالج اسمه 68000. هذا يستخدم الكومبلكس انستراكشنز بدل شنو؟ بدل الريسك بروسيس.
الكود سايز ممكن نسوي له كومبريشن تكنيك، وبالتالي من صغرنا حجم الكود ايش صار عندنا؟ راح يصغر عندنا حجم الميموري امبادد، فبالتالي reduce the bandwidth requirement. هذا راح يودي لي الى ضغط الكود اللي يشتغل عليه. زين، ممكن انه احنا نخزن بروم او رام اريا، فبالتالي كل ما ضغطنا المعلومه شنو راح يصير؟ راح يصير الحجم اقل، كل ما كبر عند الحجم واحتاجيت رام اكبر راح يصير عندي اكسبنسيف. زين، use some encoding technique for instruction possible to the data following properties. زين، شلون نستخدم encoding technique للinstruction؟ اولا should run time penalty for the technique، يعني التنفيذ يكون بوقت محدد. النقطة الثانية be decoding should work limit context، على سبيل المثال هو impossible read inter program for destination of a branch، يعني اني احدد الديستنيشن النقطه اللي اريد انفذ منها البرنامج وتكون عندي محدده وترجع لي بالانستركشن بالوقت المحدد. الوورد سايز ميموري انستركشن والادريس يجب ان يكون محدد. البرانش انستركشن ما يكون بشكل عشوائي، وفاست انكودنج ورايت داتا انكودنج هذه كلها تهم حتى تاثر لي، حتى تقلل لي من حجم الكود، وبالتالي يصير عندي كود سايز افشنسي واقدر اسوي كومبريشن. واحده من اهم التقنيات المعالجات اللي تستخدم من قبل شركه ايفون ومعالج سموه الارم الكورتكس 15. الكورتكس 15 يستخدم البريدكت اكسكيوشن، يعني اني اتوقع شنو الانستركشن اللي تجي، وهذه المعالجات يسموها الارم واللي هي الادفانس ريسك، تستخدم تقنيه الريسك وليس السيسك. ال 32 بت، اذا حجم الكود راح يكون حجمه صغير ويشتغل ب 32 بت، ويعتمد على البروتكت اكسكيوشن بالارم بروسيس، ويتوقع الانستركشن تجي وينفذها بشكل مباشر. فلذلك هذا ايضا ياثر، انت من تعرف الانستركشن وين تروح تتنفذ بعيد، يسموها تقنيه الثامب انستركشنز، راح يصير عندي الكود ايضا سايز يشتغل بشكل اكثر. زين، نجي على غير البروسيس، ممكن نستخدم معالجات تسمى بالبروسيس يونت، تسمى دي اس بي بروسيسور ديجيتال سيجنال ديزاين، وتعتمد على الابلكيشن دومين بكل واحد منهم. اذا شنو الديجيتال سيجنال بروسيسنج؟ يا اما يكون سبيشاليز ادريسنج مود اللي هذا يعتمد على الفلتر ابلكيشن، وتعتمد على عدد من الاليمنت وعدد من الفاريبلز، وتشتغل ضمن رينج بافر، وهذا راح يزيد عندي الادريسنج مود بشكل سريع، وبالتالي راح تسرع العمليه البروسيسنج. واني كل ما طبعا تزداد عندي عمليه البروسيسنج، كل ما يكون الجهاز طبعا كفو بشكل افضل. عندنا تقنية ثانية بالدي اس بي هو يسموه سيبريت ادريس جنريشن، هذه الادريس جنريشن دايركت يكون كونكتد مع الادريس انبوت والداتا ميموري، فانت من تفصل الادريس عن الداتا بالتالي راح يصير عندك سرعة بالتنفيذ، وممكن راح توجه دايركت وان دايركت. طبعا الدايركت وان دايركت دائما على من يجي على الادريس، فبالتالي راح يسيب المشين انستركشن سايكل، وراح يسرع من عمليه التنفيذ بكل مره. وهذا تسمى الاي جي يو، وهذا الرسم اللي قدامكم نلاحظ الاي ال يو هنا، الانستركشن ممكن تجي على ادريس ريجستر، وممكن تجي على الداتا،
والديتا ميموري هنا مفصولة يصير لها ادريس بشكل منفصل. زين الديجيتال سيجنال بروسيسنج ايضا يسمى الساتيوريتنج الالجوريثمز او يسمى الفيكس بوينت الالجوريثم. هنا ارثمتيك تشينج يعتمد على الاوفر فلو ارثمتيك، وهنا ما راح نفوت بالتقنيه بشكل معقد حتى لنعقد الامور عليكم. هو ستاندر باينري ارثمتيك يعتمد على الاوفر فلو في كل مره بالتنفيذ. الفيكس بوينت ارثمتيك هو يسمى الفلوتنج بوينت انكريز. طبعا اكيد انت من تجي تخلي فلوتنج بوينت يعني انت ما تشتغل انتجر، نعرف احنا الارثمتيك لوجيك دائما تشتغل على انتجر فقط شباب. فاذا اجي اخلي الفلوتنج بوينت راح يزداد عندي الكوست بشكل كبير، والشيء يزداد عندي الباور، ولكن هذا راح يزيد شنو الكفاءه عندي للهاردوير ديزاين. النوع الاكثر شيوعا يسمى المايكرو كنترول. طبعا عدد كبير من المايكرو كنترول يستخدم بالامبادد سيستم. المايكرو كنترول هو not very complex design، يستخدم لكنترول سيستم محدد، ومن اشهر انواعه هو ال 1851 اللي هذا هو شكله اللي صنع بالثمانينات. يتكون من 8-bit CPU ويستخدم large set of operation وممكن يستخدم boolean data. البروجرام ادريس 64 كيلو بايت، الداتا ادريس 64 كيلو بايت، 4 كيلو يستخدم بروجرام ميموري و 128 بت داتا ميموري، يستخدم 32 بت انبوت اوت بوت، يحتوي على 2 كاونترز وممكن يشتغل بشكل يونيفرسال اسنكرونايز ريسيف اند ترانسميت سيريال لاين وبعدي كلوك جنريشنز، وممكن يستخدم بالكثير من التطبيقات اذا خلينا السوفت وير المناسب به. بعدها تطور الامبادد سيستم هاردوير حتى يروح على المالتي ميديا بروسيسور ويسمى الانستركشن سيت. نلاحظ هنا الانستركشن سيت هو سنجل انستركشن على مالتيبل داتا. فهنا الارثمتيك يونت راح ننطي انستركشن واحد تنفذه على اكثر من داتا. والداتا تكون عندنا على شكل باكج ويكون على شكل وورد 1 وورد 2 وورد 3. وهنا الارثمتيك يونت ديزاين بحيث ممكن تتقبل دبل وورد او وورد او بايت واحد. وهذا يستخدم بالمالتي ميديا. تعرفون المالتي ميديا عباره عن داتا، والداتا تحتاج الى بروسيسنج سريع، فبالتالي انستركشن وحده تروح عندي على المالتي داتا. وهذا اخذناه بالمعماريه ما يسمى سنجل انستركشن مالتي داتا، ويستخدم ب 64 بت ريجستر، يسوي عندنا سبيد اب للداتا بروسيسنج على شكل باكج، فيتعامل مع الداتا على باكجات مع سنجل انستركشن. هذا النوع السادس. النوع السادس طبعا هو نزل مع البنتيوم، بنتيوم 1 بنتيوم 2 و 3 وبنتيوم دي وبنتيوم ام والديول كور. كل ذني الانواع البنتيوم جاء عليها تحديث ما يسمى ستريمينج اكستنشن، ما يسمى الاس اس اي او شورت فيكتور انستركشن، ما يسمى الاي بي اكس. هذه كلها صنعتها شركه انتل، وممكن هنا عندي رابط ويكيبيديا يشرح لك كل الانواع اللي موجوده بالبنتيوم اذا تحب تطلع عليها. المهم عندنا احنا نفتهم انه هذه المالتي ميديا بروسيسنج انستركشن هي سنجل انستركشن مالتي داتا، تشتغل عندي على هيوج داتا حتى شنو حتى يصير بروسيسنج بشكل عالي مع المالتي ميديا. بعدها نزل عندي ال VL Very Long Instruction Wall. هنا عندي كان عندي Single Instruction Multi Data. هنا عندي شنو؟ عندي Very Long Instruction. هذا يسوي Detection of Parallelism to Move Process in the Compiler. إذا منو راح يشتغل هنا؟ راح يشتغل عندي الكمبايلر. الكمبايلر هنا يقسم الانستركشن، وانتم تعرفون الكمبايلر هو الجزء الاساسي اللي ينفذ العمليات. ف
الانستركشن 1 وانستركشن 2 وانستركشن 3 نلاحظ انستركشن 1 خاصه بالفلوتنج بوينت وانستركشن 2 هو انتجر يونت وال3 ايضا انستركشن يونت وال4 ايضا انستركشن يونت. اذا هنا عندي باكيت، هذا الباكيت هو اللي يحدد كل انستركشن شنو العمليه اللي خاصه بها. طبعا الامبادد سيستم هنا يشتغل ضمن منظومه يسموها Explicit Parallelism Instruction Set مسمى EPIC. فمن تقرا EPIC هو ضمنيات تقنيه VLIW اللي تقسم لي الانستركشن على اساس شنو؟ على اساس الران تايم مالتها ضمن هل هي floating point هل هي انتجر او هل هي عمليه ضمن الميموري فقط. من اهم الاشياء ايضا يسموها بال VLIW هو شنو؟ هو البارتيشن للريجستر. انا اذا قسمت الريجستر ايضا وقسمت العمليات اللي تصير بالريجستر وهذه اخذنا عليها مثل الموتريلا، فانا عندي ريجستر داتا باث اي وعندي ريجستر داتا باث بي. الريجستر داتا باث اي هو يقسم الى ارثمتيك يونت منفصله وكل وحده تجيها، لاحظ الاي كل وحده تجيها داتا من ميموري، وكل كلوك ممكن هذا الريجستر يتصل مع يونت ثانيه وحده. يعني هاي اليونت ممكن تتصل بهذه اللوجيك يونت ارثمتيك لوجيك يونت بخلال 1 كلوك، يعني ممكن 2 يونت تتصل بانذر 2 يونت خلال الكلوك الوحده. اذا هذا راح يسرع العمل لانه كل ريجستر راح يكون ارثمتيك لوجيك يونت خاص بي وتجيب الداتا اللي خاص بي ب 1 كلوك، يعني كل يونت ممكن يطلب الداتا اللي يريدها بكلوك، يعني ما عندنا هنا مالتي كلوك مالتي داتا توصل، ما ممكن، لا كل كلوك راح يصير تجيها المعلومه ضمن الريجستر اللي يريده. هذا ما يسمى البارتيشن. اللي بالفيريلوج ايضا البريدكت اكسكيوشنز هو توقع التنفيذ، وهنا عندنا البروبلمز بالفيل والاي بي اي سي هو الديلي. الديلي عندنا راح يصير لانه انا عندي ريجسترات مختلفه وعندي ارثمتيك لوجيك مختلفه، فبالتالي البايب لاين عندي يجب ان اتوقع شنو هي الانستركشن اللي تجي. زين هنا راح يصير عندي اول ديلي راح يصير عندي وين؟ بالبرانش. والديلي ايضا بالانستركشن ادريس. فذني التو بروبلمز اللي موجوده عندي بال VLIW بمعالجات اللي تستخدم الاي بي اي سي. من اهم الانواع اللي المعالجات اللي موجوده اللي هي الانستركشن تستخدم عندي 64 بت او حتى 128، والمعالج البي سي اللي هو الانتل اي 64 يستخدم بمعالج اسمه انتيوم، وهذا يحل المشاكل اللي موجوده بالمالتي بروسيس سيستم اون تشيب اللي راح نجي ناخذه الان. المالتي كور بروسيسور طبعا هذا دائما احنا كنا نحكي عليه، شنو الطلاب يسالون على الانتل كور ديو. الانتل المالتي كور بروسيسور هنا واضح جدا قدامكم، هنا الكور هو مختلف، التو بروسيسور عندي بروسيس 1 وبروسيس 2 كل واحد بي سي بي يو وكل واحد بي 2 كور وكل واحد بي كاش خاصه بي وعندنا سيستم باس. ولكن هنا يسمى هذا المالتي كور يسمى شنو؟ يسمى هيتروجينيوس. هيتروجينيوس يعني شنو؟ يعني متشابه. هنا سنجل بروسيس ممكن يصير عندنا هاي بيرفورمانس وريسورس مالته عاليه جدا.
المالتي كور بروسيسرز موجود ممكن تشوفونه، عندنا كاش L1 و L2، عندنا السرعة هنا موجودة، عندنا الفاميلي ممكن تجدها، كل كور ممكن سرعته هنا وكل كاش حجمه يتوفر عندك بهذا الشكل. أنا بس راح أشرح البروسيسرات وأتوقف. المالتي بروسيس طبعا يشتغل بشكل بايبلاين، وممكن تكون عندي هيتروجينيوس وممكن تكون عندي هوموجينيوس. الهيتروجينيوس راح نشرحه بالتفصيل ضمن الكورتكس A15. هنا يختلف عندي البروسيس وتختلف عندي المعماريه لكل واحد من عندهم. نلاحظ احنا الفيتش بالبدايه واحد، الديتا هنا تختلف، الريجستر تختلف، بس هنا نوع الانستركشن بمالتي كور، يعني هنا الكورين مختلفات. حتى اوضح لكم الهيتروجينيوس والمالتي كور بروسيس، نشوف هذا المالتي تشيبس. لاحظ هنا كورتكس i7 بروسيس وهنا كورتكس a53 بروسيس. هنا عندنا كاش 1 وكاش 2 هي المسؤوله. هنا هذا هيتروجينيوس لانه يختلف عندي البروسيس من واحد الى الثاني.